عم دور على رسالة اللي انكتبت لك. رسالة شو؟ كنت بدي لاقي الرسالة اللي كتبتها الخانو مشان خليك تتأكد. ما عم تطلع من راسي. أنا دمي عم يغلي من يوم اللي شفتكن قدام الباب. كان لازم من الأول عامل هاي المرة حسب مشاعرها بس. ماني عم صدق. ماني عم صدق اللي عم بصير معنا. أساساً أنا اضطريت ألجأ لهي الطريقة لأنك ما صدقتني. رجعي الغرفة مثل ما كانت بسرعة. الصبح بفيق وبرتبها. لا تحطيني بموقف محرج. رتبي هالغرفة قبل ما يفيقوا الخدم ويشوفوها. بترجعي كل غرض على مكانه. لا تعطيني أوامر. خير إن شاء الله. ما في شيء. أهلا وسهلا. طار النوم من عيون سمر فرحت تنقي كتاب من كتب لميس خانم. لما شفت الأضوية شغالة ما لقيتي ولا كتاب؟ لا. مو على أساس بقيان بالمزرعة اليوم؟ ايه صحيح. ليش اجيت؟ فجأة صار في شغل عند بشرة لهيك اجيت. شفتك من الشباك وقت اجيت. مشيت شوي بالجنينة. زهر الشجر بكير، منظره حلو كتير. حلو. الفرجة على هالمنظر ما بيتفوت أبدا. معك حق. تصبح على خير. وانتو بخير. تصبح على خير. شو هاللحظة اللي خليتيني أعيشها؟ بعمري ما رح أنسى اللحظة اللي دخلت فيها على الغرفة وشفتك فيها. كيف كنتي عم تفتحي الصندوق بكل حقد؟ أنا قلت لك كل أسبابي. بس ما في أي منطق ببرر اللي عملتيه. هذا تصرف غلط. ملاحظ إنه نحن ما بنتقاتل إلا بسبب هاي المرة؟ بلا سخافة. يلي عم ناقشه هو التصرف السيء اللي ساويتيه هلأ. يا ريت شفت الرسالة. خلصنا بقى. ماني عم فكر لا برسالة ولا بغيرها. هالشي ما بيهمني. يلي ماني عم استوعبه هو اللي عم تعمليه. لا تجبرني ألا هاي المرة من هاد البيت. اصحك مرة تانية اسمعك تحكي هيك. في شغلات بهالبيت انت ما لازم تتدخلي فيها. شايف كيف عم تدافع عنا؟ ويمكن بتعرف إنها بتحبك وعم تستمتع بهذا الشعور، ويمكن في رسائل تانية رح توصلك منها، ويمكن النسخة الأصلية عندك. ماني عم صدق. عدنان بيك، من أول يوم دخلت فيه هذا البيت حبيتك كتير. كان بيكفيني ضل عايشة حدك. سمر بترجاكي تسكتي. كنت عم استنى اليوم اللي تحس فيه بمشاعري. لا كنت عم أحلم. بعرف حالي مستحيل أقدر أتحمل شوفك مع وحدة تانية غيري. سمر استنى شوي، رح نوصل للقسم الأهم والأحلى لأني حفظت بصم. ماني موافق أبداً تاخد مكاني المرحومة إنسانة. مانا كفو تربي الولادي اللي أمهم حطتهم أمانة برقبتي وعشت حياتي عم ربيهم كأنهم ولادي. بكفي. أنا أريد كل هالكلام بعيونا. هالمرة مانا سهلة عم تحاول تبعدني عنك وعن هالبيت. هالمرة أكتر حدا عم يحاول يحميكي وعم تحمي أمك كمان. مين قال لك ماما بحاجة لحماية حدا؟ ليش عم تحميها لماما ضد مين عم بتدافع عنها؟ هالمرة أنقذت حياة أمك. يعني صارت هالمرة بطلة لمجرد الناس عفت ماما. أمك كانت بدها تنتحر. شو يعني؟ سألتك شو يعني؟
امتى ماما حاولت تنتحر؟ يوم عيد ميلادك يا خانم. ما بعرف شو حكت هي وحلمي بيك، بس اللي صار معها وعلى الهاتف اللي اجاها خلوها تفقد السيطرة. نقلتها لميس على المستشفى بصعوبة، وما كانت تقول لحدا مشان تحميكي وتحميها من الناس. شو بدك تعملي؟ بدي احكي مع ماما. لا تحكي، انت عم ترتكبي خطأ كبير. امك ما بدها اياكي تعرفي، وانت عم تحطيني بموقف صعب. عميرين، إذا بتخبريها إنك عرفتي ما راح يصير خير بعدها بنوب. ألو ماما؟ شوفي حبيبتي، ما قدرت نام. لا تخافي، اتصلت بهذا الوقت لأنه في بيناتنا فرق ساعتين. نسيت حالي من فرحة الانتصار على حلمي بيك. فتت بكير وسكرت على حالي الغرفة. صاير معك شي؟ لا، بس حبيت اسمع صوتك. تسلمي حبيبتي. في أخبار جديدة؟ لا، بكرة منحكي. ماشي. ماما؟ حبيبتي، عم اشتاق لوجودك بالبيت. عم يرتاح راسك ما هيك؟ اشتقت لك. عن جد سمر؟ عن جد. وأنا كمان هالأسبوع رح أرجع. تمام، توصلي بالسلامة. عدنان، فينا نحكي؟ حابة أعرف شو اللي صار. بعدين. اليوم معصب منك لدرجة إنه ما عاد فيني أحكي معك بنوب. قريت الجغرافيا؟ جاهزة الامتحان اليوم؟ حضرت لها منيح. لا تنسي اليوم في تسليم وظائف الفرنسية كمان. ايه، ليكم معي. منيح، تمام. خبريني مراد كيفه؟ الله يكون بعونه، ملي كتير. وانا مليت هون. الله يخليكم، تعالوا بقى. مع الاغلب رح نرجع شي يومين ثلاثة. منيح، اشتقت لكم كتير. عم أحكي مع المدموزيل. بابا بسلم عليكي. ما في غيره على الطاولة. آه، وإنتي سلمي لي عليه. عم أحكي مع نيهال. وصلينا البوسة. وصلينا سلامي لهالبشعة. سمعتي؟ شو قال؟ يا روحي، سلمي لي على عمتي كتير. اليوم بابا بده يوصلني على المدرسة، بشير لساته مريض. لسه ما تحسن؟